هذه الطبعة ضمت 64 عريسا تم عقد قرانهم على مستوى الجامع الكبير أو المسجد سيدي بن ساسي العتيق برويصات، وتم كذلك تكريمهم. هذه الطبعة كباقي الطبعات المجموعة تتكفل بجميع تكاليف الزواج من مأدبة حتى الهدايا تتكفل بها المجموعة، فقط على العرسان التقدم إلى المجموعة من أجل تقديم الرغبة في المشاركة. جميع هذه العرسان يشاركون في هذه البادرة التي أشرفت عليها مجموعة شباب الخير ورقلة، التي هم مشكورون عليها، خاصة أنهم فتحوا المجال لهؤلاء العرسان في التوحد ولم شمل هذه البلدة الطيبة.